السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع سلسلة الأدعية المباركة التي نستفيد منها في حياتنا اليوم ومع الأحكام الدينية القيمة. النهاردة العنوان كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. كان يدعو بهذا الدعاء في الليل ويقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت أو وإليك أنيب. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الأدعية التي كان يحافظ عليها في منتصف الليل، فحافظوا على هذا الدعاء حتى يغفر الله تبارك وتعالى لكم ويغفر ذنبكم ويكفيكم همكم ويستجيب دعاءكم. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.